معاكم في لعبة جديدة. اليوم هعرفكم. هتعرفنا ايه؟ هعرفكم اللي انا هعمل ايه. انا هجيب الجد عشان الجدة بتحبي الكعك. ده جده، ده مش جدة. هلا ده بتتكلم؟ لا لا الجدة اهي. ده جده، ده مش جد. ده الجدة. ماشي. وده توطي ونفتح لهم التلفزيون. ماشي. عاوزين غدا. انت قاعد تاكل فيهم كده؟ ايه؟ انت قاعد تاكل فيهم كده وخلاص؟ يلا انت بتشربهم ميه كمان؟ ايوه. يلا الاكل جاهز. يلا الاكل جاهز؟ ايوه الاكل جاهز يا عزيزي. انت بتاكلهم ايه ده؟ شطير. شطيرة؟ بابا اللي هياكل دول؟ ايوه عشان هو بيحب الاكل. امسك السكينه بالشوكه. لا انت بتحط له عليه ملح؟ ايوه عشان من ملح المقدر. الثلاجة وعاوز دي والدجاج واللحم والسمك. السمك أيضا والجزر والبطاطس والطماطم. هياكل كل دول يا ادم ولا ايه؟ ودي 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 ايه ده يا ادم، هياكلهم كلهم؟ ايوه ما بيحبش الطرق الكبير. ايه ده؟ ده كلهم كلهم. رجعه مرة تاني. أكلت كل ده يا ادم؟ ايوه اكلت. بيحب القبيلات. كل جزر، كل جزر، كل بطاطس، كل بطاطس، كل بتاع، كل بتاع برضه. انت اكلت كتير يا عم، خلص الاكل. خد الخضار، خد الخضار. طب اكلها هي كمان. قضاء. ده ايه ده، بسكوت ولا ايه؟ شوكولاته؟ شوكولاته. بخلص الميه. بابا مثلك انت، مثلك لازم تاكل بسرعة أكتر. ماشي يا ابني. لس شفت رجع مرة تاني. هلا ده أكل جه تاني. تعمل العيش؟ خبز؟ خبز. أيوة. أنتوا بتحطهم على الأرض؟ لا يا أدم، حطهم على الترابيزة. ايه ده؟ حط السمكة في الشطيرة؟ ازاي يا عم ده يا عم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هياكل كل دول؟ طب تشربوا الاول قبل ما ياكل؟ ده خلص الثلاجة كلها. الثلاجة خلص.
انت بتاكل كتير قوي يعني. ايوه مو جعان. وجعان ايه بس؟ انا حاسس ان هو الوحيد اللي بياكل. تعمل له عصير؟ هي عايزة تاكل. عايزة تاكل، هتاكل خضروات. يعني انت تاكله سمك وفراخ ولحمة وجزر وبطاطس وهي تاكلها خضروات؟ اديلها عصير. عصير ايه؟ العصير اللي انت عملته. تاكل ده شوية وده شوية. شوية شاي بقى. تعملي شوية شاي؟ أيوة. ازاي كل الكيس كله؟ بيضحك قوي. حلوة قوي. رجعوا مرة تاني. أكتر حاجة جربتها في حياتي كلها. بابا كان في ولد كان هيديلك المعزة. كان هيديلك كلمة البريك عشان كان هيجيب لك مكان. كان هيجيب لك مقلب. بناكل ايه؟ هي تنضف. حطيت الحلة في الباسكت. كاتشب. أيوة كاتشب. وبرضو وجبن وصباط وبتاع وتعظم للأكل. تعمل لهم شاي كمان؟ اي كله ليهم شاي ليك يا عزيزتي.